بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اليوم رح نبلش بالحلقة الثالثة من مبادئ أساسية في الأعراب. طبعا برجع وبذكر أنه اللي بيمشي معي حلقة حلقة بهذا الكورس اللي فاتحينه، إن شاء الله يعني نوصل لآخر الكورس، يعني تقريبا 90% من الأعراب بنصير فهماني، بنكون فهماني بإذن الله تعالى. هلأ رح نبلش ببحث جديد هو إعراب الأسماء. هلأ إحنا عربنا الفعل وعرفنا حالات إعراب الفعل، وعربنا الضمير، تمام، حالات إعراب الضمير، يعني إذا اتصل بفعل شو بيكون إعرابه، إذا اتصل باسم شو بيكون إعرابه، إذا اتصل بحرف جر وإلى ما هنالك. هلأ رح نبلش بالأسماء. طبعا هو هذا البحث الواسع، يعني رح ياخد معنا درسين أو ثلاثة إن شاء الله تعالى. هلأ رح نبلش بالاسم، بس قبل ما نعرف، هلأ إذا نتذكر بإعراب الفعل قسمناهم إلى فعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر، وكمان بالاسم رح نقسمه لثلاث أقسام. يقسم الاسم في اللغة العربية إلى مرفوعات، منصوبات، مجرورات. طيب، مرفوعات، منصوبات، مجرورات. طبعا قبل ما يعني طبعا هالمرفوعات منصوبات كان لازم يجي قبلهم درس، هو درس علامات الاعراب الاصليه والفرعيه، بس ان شاء الله الحلقه الجايه رح نحكي عنهم باذن الله تعالى. طيب هلا المرفوعات، للمرفوعات الى ست انواع باللغه العربيه. طبعا رح نبلش، طبعا يعني بفضل انكم تكتبوا الدرس معي. المرفوع واحد، المبتدأ. أول نوع للمرفوعات هي المبتدأ. في شغلة بدي نوه على الإعراب، لازم يكون سياقي. يعني شلون؟ يعني أنا لما عم بعرب كلمة، مثلا بيجينا سؤال بالامتحان أعرب ما تحته خط إعراب مفردات. طيب لما عم يجيني هذا السؤال عم يحطولي مثلا كلمة وأعربها، بدي أعرب الكلمة اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها لحتى أوصل لإعراب هالكلمة. هلا رح أقولكم ليش، رح أخبركم بالسبب. المبتدأ تعريفه هو كل اسم نبدأ به جملة جديدة، هو كل اسم نبدأ به جملة جديدة، هو كل اسم نبدأ به جملة جديدة، وهو دائما مبني، عفوا دائما مرفوع، وهو دائما مرفوع إلا إذا دخل عليه حرف مشبه بالفعل فينصبه، إلا إذا دخل عليه حرف مشبه بالفعل فينصبه. شو يعني هالكلام؟ الأحرف المشبهة بالفعل هن ذكرناهم بالدرس الماضي، إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، تدخل على الجملة الإسمية فتنصب الاسم ويسمى، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وتبقي الخبر مرفوعا ويسمى خبرها. حلو، معناته الحرف المشبه بالفعل لما عم يدخل على الجملة الإسمية عم ينصبه. شو قلناكم؟ هو كل اسم نبدأ به جملة جديدة ونسأل عنه، طبعا الا دائما مرفوع الا اذا دخل عليه حرف مشبه بالفعل فينصبه، ونسال عنه بما له، ما له او ما به، طبعا ما له ما به. طيب حلو هذا الكلام، رح ناخذ مثال بسيط جدا، هذا ناخذه نحن اخذناه بالصف الاول والثاني، يعني علمونا عليه بالصف الاول والثاني. السماء صافيه، السماء صافية. حلو، هاي الكلمة اسم ولا فعل؟ إذا كانت فعل إلى أعراب، وإذا كانت اسم في إلى أعراب تاني. إذا كانت فعل إلى ماض أو مضارع أو أمر، إذا كانت اسم فبتكون إما مرفوعات أو منصوبات أو مجرورات. السماء بتطلع بلاقي عليها ضمة، إذا هي من المرفوعات دغري حسمتها. طيب المرفوعات هن المبتدأ، الخبر، الفاعل، نائب الفاعل، في عنا التوابع، وفي عنا خبر الحرف المشبه بالفعل، في عنا عفوا خبر الحرف خبر الحرف المشبه بالفعل من المرفوعات ايضا، تمام.
السماء هي مرفوعة، معناته إما مبتدأ أو خبر أو فاعل أو نائب فاعل أو من التوابع، طبعا هاد بحث تاني، أو خبر حرف مشبه بالفعل. بتطلع بلاقيها اسم، أنا من تعريف المبتدأ شوفوا هو كل اسم نبدأ به جملة جديدة، حلو هاي اسم وبدينا فيها جملة جديدة، بدي أتأكد من هالكلام وبسأل عنه بما له، يعني اللي بسأل عنه ما له فبيكون مبتدأ. السماء صافية، ما لها السماء صافية، عن مين سألت أنا؟ عن السماء، إذا هي إعرابة مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهر على آخره. طيب أنواع المبتدأ، أنواع المبتدأ: اسم ظاهر، اسم ظاهر يعني نحو العصفور مغرد، العصفور مغرد. انتبه لكلمة العصفور، هي العصفور مرفوعة، خليني أسأل ما له، ما له العصفور مغرد، إذا هي خبر مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، معناته أول نوع له اسم ظاهر. تاني نوع، تاني نوع اسم إشارة، اسم إشارة يعني بدل مثلا ما أقول، بدل ما أقول مثلا العصفور مغرد بقول لك هو مغرد، أو عفوا هذا مغرد. حلو، انتبه لكلمة هذا، هذا هو اسم إشارة، الهاء للتنبيه والزاء اسم إشارة. طيب شو محله من الإعراب؟ إنه اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، لاحظ لأنه وقع بدل المبتدأ، كان العصفور مبتدأ، من العصفور حطينا بداله كلمة هذا، تمام؟ طبعا اسم الإشارة في له بحث كامل بس هلا مبدئيا. طيب خليني أتأكد من كلامي، هذا مغرد، ما له هذا؟ بتقلي مغرد. حلو، ثالث نوع ضمير منفصل، والدرس الماضي حكينا عن بحث الضمائر، بحث الماضي حكينا عن بحث الضمائر وقلنا لكم ضمائر الرفع المنفصلة وين ما شفتها بعربها ضمير رفع منفصل مبني على كذا في محل رفع مبتدأ ما لم تتكرر. يعني إذا قلت لك العصفور مغرد أو إذا قلت لك هو مغرد ضلت نفس الشيء، ما له هو مغرد، هو ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ. طيب هلا بس في عنا شغلة حالة شاذة، بيجينا سؤال علل تقدم الخبر على المبتدأ، علل تقدم الخبر على المبتدأ، هي بيجينا سؤال. طبعا هذا التعليل ثابت بس في له ثلاث تعاليل، بس مثل ما تعلمنا نحن بألفية ابن مالك في بيت بيقول ما لا يجوز الابتداء بنكرة ما لم تفد كعند زيد نبرة، تمام؟ يعني ما بصير بلش المبتدأ بنكرة. طيب إذا امتى في حالات بيجي المبتدأ نكرة؟ امتى؟ بس قال هون ساعتها بيتأخر المبتدأ. مثلا إذا قلت لك للحرية ثمنون، للحرية ثمن، بيجينا هذا المثال بأن علل تقدم الخبر على المبتدأ، بيقول له لأن المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة. شو يعني شبه جملة؟ يعني إما ظرف أو جار مجرور، تمام؟ بيقول له لأن المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة. لاحظ ثمن هي إعرابة مبتدأ مؤخر مرفوع، وين طيب خبره؟ بيقول له للحرية هي شبه الجملة، هي الخبر تبعه. في عنا حالة تانية، بدل ما أقول لك للحرية ثمنها بقول لك للحرية ثمنها، للحرية ثمنها. طيب لاحظ هون ما عاد فيني أقول له لأن المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة، لا في، لأنه لاحظ هون المبتدأ إجا معرفة بسبب اتصاله بالضمير. لاحظ قلت لك الدرس الماضي كل شيء في عنا من أنواع المعارف المضاف إلى معرفة، والضمير معرفة، فهون معرفة ضلت الكلمة، ما عاد فيني أقول له لأن المبتدأ نكرة، بقول له لأن في المبتدأ ضمير يعود على الخبر. لاحظ ضمير الها، هذا ضمير عايد على الخبر، عايد على شبه الجملة. إذن جوابه أول واحد هون لأن المبتدأ
نكرة والخبر شبه جملة. هون بقول له لأن في المبتدأ ضمير يعود على الخبر. نذكركم بمثال هو من أغنية أم كلثوم، يقول لك إنما للصبر حدود، إنما للصبر حدود. طبعا هي إنما للصبر حدود، تمام، بس نحن عم نغنيها عن أم كلثوم. إنما للصبر حدود، حدود هي المبتدأ، مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. علل تقدم الخبر على المبتدأ، بقول له لأن المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة. رح أعطيك قاعدة بإمكانك تمشي عليها. جار ومجرور زائد مرفوع تساوي مبتدأ مؤخر. جار ومجرور زائد مرفوع تساوي مبتدأ مؤخر. لاحظ هون جار ومجرور وإجا كلمة اللي بعدها مرفوعة، فبتكون مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. في عنا قاعدة دائما مشي عليها، ليك أي جملة تبتدي بجار ومجرور وبيجي بعدها مرفوع فبتكون خبر مؤخر، مبتدأ مؤخر. مثال: لي من الشمس خلعة صفراء. لي من الشمس خلعة، لي من الشمس خلعة. لي حرف جر، اللام حرف جر والياء ضمير متصل في محل جر حرف الجر، ومن الشمس جار مجرور أيضا، وإجا الكلمة اللي بعدها مرفوعة فبتكون مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هلا الخبر، الخبر طبعا في شغلة، المبتدأ لا يصح، لا يصح معناه إلا بوجود الخبر، لا يصح معناه إلا بوجود الخبر. طيب هلا هتعرف على الخبر، شو تعريفه؟ يعني التعريف العام لإله، التعريف العام هو اللي بيكون بيقع جوابا للخبر، تمام، هو اللي بيقع جوابا للمبتدأ، هو الاسم الذي يقع في جواب المبتدأ. طبعا هذا التعريف انا خاص فيه، يعني ما انا اللي عامله، مو انه انا اللي عامله، يعني هيك انا عرفته بالنسبة لطلابي. طيب وهو دائما مرفوع، وهو دائما مرفوع الا اذا دخل عليه فعل ماض ناقص فينصبه، إلا إذا دخل عليه فعل ماض ناقص فينصبه. نحن نعرف الأفعال الماضية الناقصة تدخل على الجملة الإسمية فتبقي الاسم مرفوعا فتبقي المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى خبرها، تمام. إذا لما يدخل حرف مشبه بالفعل فبتنصب الخبر. ونسأل عنه بجواب ما له، ونسأل عنه بجواب ما له. لاحظ لما عم اقول لك السماء صافية، ما لها السماء بتقلي صافية، لاحظ جواب ما له بيكون الخبر، يعني صافية هي الخبر. لما عم اقول لك العصفور مغرد، ما له العصفور بتقلي مغرد، مغرد خبر مرفوع لانه جواب ما له. خليني ناخذ مثال: ان او المجاعات التي تحدث في إفريقيا وسببها قلة الموارد الغذائية مأساة إنسانية كبيرة، مأساة إنسانية كبيرة. المجاعات التي تحدث في إفريقيا وسببها قلة الموارد الغذائية مأساة إنسانية كبيرة، تمام. المجاعات اطلع بلاقي المجاعات، تمام، بلاقي عليها الضمة. خليني دغري اتذكر المرفوعات، مين هن؟ المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل. هون ما فيني اقول عنا فاعل لأنه ما في فاعل بالأصل، تمام، بس شو بقول عنا؟ خليني اتأكد، بلكي هي مبتدأ. ما لها المجاعات، حلو، لاحظ ضبط عليها سؤال ما له. طيب وين الخبر؟ التي معقول يقول لك الخبر التي اللي تحدث
في إفريقيا؟ مستحيل. المجاعات التي تحدث في إفريقيا وسببها قلة الموارد مأساة. ما لها المجاعات؟ مأساة. يعني مو شرط يجي المبتدأ يجي بعد الخبر مباشرة. لاحظ الخبر وين إجا هون، إجا متأخر كثير. طيب أنواع الخبر، أنواع الخبر: اسم ظاهر مثل المثال اللي حطيناه فوق، مثلا بقول لك أخوك مجتهد، أخوك مجتهد. ما له أخوك مجتهد؟ خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب أخوك مجتهد اسم ظاهر. طيب النوع الثاني: جملة فعلية أو اسمية. طبعا هي بأعراب الجمل اللي حنتعلمها ببحث أعراب الجمل إن شاء الله. طبعا هو الفيديو نازل على القناة. جملة فعلية أو اسمية، مثلا الملايين أفاقت، الملايين أفاقت. الملايين، ملايين مبتدأ مرفوع، ما لها الملايين أفاقت؟ أفاقت فعل، فعل مضارع، تمام؟ عفوا أفاقت فعل ماضي. طيب وجملة أفاقت بقول لك جملة فعلية في محل رفع خبر، لأنها وقعت في وقعت يعني بدال الخبر، تمام؟ يعني هلا مثلا بيجي طالب بيقول لي أستاذ هلا أنت قلت لي هون لا يصح معناه إلا بوجود الخبر، تمام؟ لا يصح معناها إلا بوجود خبر. بتقلي الملايين مبتدأ. طيب الملايين أفاقت، أي ما في خبر هون. بتقلي بقلك لا، بقلك في جملة أفاقت جملة فعلية في محل رفع خبر، يعني نابت عن الخبر. بقلك مثلا العصفور مغرد أو العصفور يغرد. ما له العصفور يغرد؟ يغرد فعل مضارع مرفوع، وجملة يغرد في محل رفع خبر. طيب النوع الثاني، هذا النوع الأول. النوع الثالث، النوع الثالث شبه جملة. هلا حكينا عليه نحن، بس طبعا شبه الجملة ما رح نفهمه لحتى ناخد بحث شبه الجمل، بس لأعطيك مثال بسيط عليه. مثل وقت قلنا لك إن أو للحرية ثمن، للمرأة حقوق، لي من الشمس خلعة. للحرية ثمن، ثمن مبتدأ مرفوع، وللحرية هي شبه الجملة، في شبه الجملة هي الخبر، تمام؟ وللمرأة حقوق نفس الشيء أيضا. هي بالنسبة للمبتدأ والخبر، مبتدأ والخبر. رح ناخذ هلا الفاعل. هو اسم دائما مرفوع يأتي في الجملة ليدل على من قام بالفعل، يعني بيدل على من قام بالفعل هو الفاعل، ونسأل عنه بمن، نسأل عنه من. طيب حلو هالكلام، يعني بيقول لك جاء الرجل، بتطلع على الرجل وبلاقيها كلمة مرفوعة، بتذكر المرفوعات مبتدأ وخبر وفاعل نائب فاعل. طيب خلينا أتأكد، ما له جاء بتقلي الرجل، معقولة؟ طيب ما له الرجل بتقلي جاء؟ مستحيل. طيب بتقلي مثلا جواب ما له، ما زبطت. طيب من جاء؟ بتقلي الرجل، الرجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، تمام؟ طيب هلا نحن دغري هيك أنا تلقائيا بتطلع على الكلمة بلاقيها مرفوعة، بتذكر المرفوعات مين هنن؟ مبتدأ خبر فاعلنا، بقعد بسأل هدول الأسئلة، تمام؟ إذا زبطت عليهم واحدة الأرجح فالأرجح، يعني هون ما زبط عليها من، تمام؟ من جاء؟ الرجل فاعل مرفوع. طيب أنواع الفاعل، أنواع الفاعل:
واحد اسم ظاهر، اثنين ضمير متصل، اسم ظاهر عرفنا شلون، مثل فوق جاء الرجل كتب زيد، تمام، هاي كلها اسم ظاهر يعني اسم مبين واضح. ضمير متصل نتذكر ببحث الضمائر اللي حكيناه الدرس الماضي، ضمير متصل بقول لك فعل زائد توانينا تساوي في محل رفع فاعل. اي ضمير من توانينا، توانينا بنتذكره مين هن تاع الرفع المتحركه، واو الجماعه، الف الاثنين، نون النسوه، ياء المؤنث المخاطبه، وناء الداله على الفاعلين، تمام، هدول بس يتصلوا بفاعل بعرفهم في محل رفع فاعل، تمام. طيب ناخذ مثال عليه، شاهدت، لاحظ شاهد فعل والتاء من ضمائر توانينا، تمام، بس اتصلت بفعل تعرف في محل رفع فاعل. طيب ثلاثة، ضمير مستتر، ضمير مستتر قال هون يجوز احيانا انه نستر الفاعل، تمام، ومنقدره بضمير عنه بنوب عنه، مثلا بقول لك كتب الوظيفة، كتب الوظيفة، انتبه هون مين اللي كتب الوظيفة، هون ما نبين، هون مستتر، تمام. طيب حلو، كتب الوظيفة، وظيفة مفعول به، كتب فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، تمام. لاحظ لما بدك تعرف فعل بدك تعرف فعله اذا كان مستتر، يعني بوقت الامتحان انتبه لهالقصة، انت لما عرفت الفعل هاد، تمام، انتبه اذا الفاعل مو موجود، اذا الفاعل كان مستتر واجب عليك انك تعرف فاعله، تمام، لانه بيكون نازل سلم التصحيح اعراب الفاعل. طيب ضمير مستتر، بس في عنا شغله صغيره، امتى بقول عن الفاعل مستتر جوازا وامتى بقول عن الفاعل مستتر وجوبا؟ يعني قال يستتر جوازا، يستتر الفاعل جوازا اذا كان تقديره هو هي، اذا كان تقديره هو او هي، وجوبا اذا كان تقديره باقي الضمائر. يعني انا، نحن، الى ما هنالك، خلاص انت احفظها هو او هي جوازا والباقي بيكون وجوبا. خلينا ناخذ مثال على وجوبا، تمام، مثلا زدني من النوح، خليني اعرض مثال كامل، بنبتدي دغري زدني، هات لنشوف زدني دغري، بنحللها لعوامل الاوليه، زد نون ياء، زد هات لنشوفها فعل ماضي ولا مضارع ولا امر، بيتاكد اذا هي اول شيء فعل ولا اسم. طيب زد، فيني اقول لك الزد؟ لا مستحيل، تمام، معناته هي فعل، معناته اما ماضي او مضارع او امر، الماضي يقبل داء التانيث، فيني اقول لك زد، تمام، مثلا زد نيت، معقوله؟ طيب فيني اقول لك سزدني؟ مستحيل، معناته هي فعل امر، فعل امر مبني على السكون الظاهر على اخره، والنون للوقايه، والياء، هلا هون بدي اعرب الياء، قلنا لكم ننتبه لياءتين، اما ياء المؤنث في محل رفع فاعل او ياء المتكلم في محل نصب مفعول. زدني، لاحظ هي الياء، هي الياء ما عم تخص المؤنث بالمخاطبه، هي بالعكس، هي زدني انا، هي ياء المتكلم، تمام، زدني انا معناته ياء المتكلم عايدة علي، هاي اذا ياء المتكلم من ضمائر ناهيك، ولما اتصل بالفعل تعرف في محل نصب مفعول به. من حرف جر، النوحي اسم مجرور، والجار والمجرور متعلقان بالفعل زدني. طيب زدني من النوحي، وين الفاعل؟ زدني انت من النوحي، لاحظ زدني انت، هاي الفاعل يستتر جوازا ولا وجوبا؟ انك جوازا اذا كان هو او هي، طيب انت، تمام، أنت هي مو من هو أو هي، إذا هون مستتر وجوبا تقديره أنت، زدني أنت من النوحي، تمام. هي النوع الثالث للمرفوعات. النوع الرابع نائب الفاعل، نائب الفاعل طبعا هذا بحث طويل رح نحكي عليه فيما بعد، بس رح أعطيك تلخيص صغير لإله، يأتي بعد الفعل المبني للمجهول،
يأتي بعد الفعل المبني للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، أو بضم أوله وفتح ما قبل آخره. إذن يأتي بعد الفعل المبني للمجهول، مثلا بقول لك كسر الزجاج، كسر الزجاج، كسر فعل ماض مبني للمجهول، الزجاج نائب فاعل، تمام؟ طبعا نائب الفاعل رح نحكي عليه فيما بعد، يعني الفعل المبني للمجهول رح نحكي عليه فيما بعد. هلا هدول اربع انواع اساسيه. في عنا النوع الخامس التوابع، طبعا مين هنن؟ العطف، البدل، التوكيد، النعت. طبعا هدول رح نحكي عليهم بحث كامل بالتفصيل ممل. وفي عنا خبر الحرف المشبه بالفعل، خبر الحرف المشبه بالفعل. هلا بس لحتى نحددهم، اول نوع المبتدا، ثاني نوع وثالث نوع فاعل، ورابع نوع نائب الفاعل، خامس نوع وسادس نوع خبر الحرف المشبه بالفعل. قلنا لكم الحرف المشبه بالفعل هن تذكرة إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، هدول بس يدخلوا على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وتبقي الخبر مرفوعا ويسمى خبرها، تمام؟ هي بالنسبة لبحث المرفوعات، بحث المرفوعات. ويعطيكم ألف عافية.